بالنسبة لإبراهيم كانت الطاعة للرب فوق كل شيء، حتى لو كان الثمن التضحية بالولد. هذا صعب. من الواضح لي يا إسحاق أنك تفضل عيسو على يعقوب. رفقة، إنك تحمين يعقوب، إنه رجل ويتعين عليه أن يفعل ما يفعله الرجال. أنا أكبر منك سناً، أنا بكر أبي أرني ماذا ستفعل ببكوريتك؟ إنك دائماً تتحدث عن أخيك إسماعيل وكيف كان المفضل عند أبيك. عيسو سيحصل على بركة والدي، وأنا على ماذا سأحصل؟ أدخل الخيمة، سأرى ما يفكر فيه أبوك. الصوت صوت يعقوب، أما اليدان فهما يدا عيسو. هل أنت حقاً عيسو لتكن سيداً على إخوتك وبنو أمك لك ينحنون؟ أبي، أحضرت لك طعاماً شهياً كما طلبت. أتبع من روعك يا عيسو. لا تحاول معي يا لعازر، حبيب أمه منتهي، سوف أقتله. إذا قتلت أخاك ستخسر كل شيء، لأن إسحاق سيلعنك إلى الأبد. لم يبق لي ما أخاف عليه، لقد فقدت كل شيء. لقد قال لي في أحشائك أمتان، يتفرع منهما شعبان، شعب يستقوي على شعب، وكبير يستعبد لصغير. كفى هذا الشباب! أنا هو الرب إله أبيك إبراهيم وإله إسحاق. إن الأرض التي تركض عليها الآن أعطيها لك ولذريتك، التي ستكون كتراب الأرض،